هذه الصحوة يجب أن يستغلها السلفيون لدعوة الناس إلى ما كان عليه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. وأوصي الأخوة قبل كل شيء أن يهتموا بالعلم، العلم هو أساس كل شيء. إذا لم يكن إنسان عالما فلا يستطيع أن يعبد الله كما أمرنا الله سبحانه وتعالى به. فالعلم هو أساس. ثم زيادة العلم مطلوب منا. قل ربي زدني علما، يعني لا يكتفي أحدنا بما علمه ويسكت عليه ويقول أنني عالم، لا، بل يجب عليه أن يتعلم ويتعلم ويتعلم إلى أن يموت ويقبض روحه، لأن العلم كما قلنا هو أساس الدين، لا يعرف الدين إلا بالعلم. فالعلم أساس كل شيء، فلذلك أبو الدرداء يقول إنما العلم بالتعلم. التعلم هو أن يأخذ العلم عمن هو أعلم منه، لا يكتفي بقراءة بعض الكتب ويستفيد منها أو لا يستفيد منها ويقوم بين الناس بالدعوة إلى ما كان عليه سلف هذه الأمة، فربما يخطئ في ذلك وهو لا يدري. فالعلم بالتعلم، يجب أن يأخذوا العلم ممن هم أعلم منهم. فضربت مثلا قبل يومين أو لبعض الأخوة، لما تقرأ الأحاديث أو الأسامي يأتي كلمة حاء ميم دال، منهم من يقول حمد، منهم من يقول حمد، لكن كيف يعرف إذا لم يتلقى الكلمة من شيخ عالم بالحديث بالأسماء؟ لا يعرف. فلذلك في قسم من علم مصطلح الحديث يسمونه المصحف أو المحرف. فلذلك نحض الأخوة على أن يتعلموا العلم على يد من هو أعلم منهم، وليستفيد منها ويدعو الناس على ذلك الأساس أو العلم، لاتباع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. ثم يجب على كل طالب العلم في مجال دعوته أن يراعي الظروف الذي يعيش فيه، ويراعي تقديم المصلحة المفسدة، لأنه ترك المفسدة أفضل من مجيء المصلحة. إذا رأى أنه في دعوته يقوم ببعض الأشياء لا يرضي الناس ويصير ذلك سببا للفتنة يترك. فالدعوة يجب أن تكون مراعاة لظروف المنطقة الذي هو يعيش فيه، لأن ربما سابقا في بعض المناطق ما كنا نستطيع أن ندعو إلى الله بشكل صحيح يعني، لكن الآن الحمد لله الظروف الحالية التي وجدت وما قام به كثير من الأخوة في الدعوة إلى الله أعطى المجال للناس للدخول إلى سلك طلبة العلم الديني والاستفادة من العلم والقيام بالدعوة إلى الله تعالى. هذه صحوة إسلامية جيدة، يجب علينا أن نستغلها للدعوة إلى مذهب السلف، كما قسم من الناس يستغلونها للتحزب. فلذلك أدعو إلى الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم جميعا لخدمة هذا الدين وللدعوة إلى مذهب سلفنا الصالح الذي نؤمن به ونعتقد أنه هو الإسلام الصحيح، وغيره
إسلام مشوب بغيره. فلذلك ندعوكم إلى أن تكونوا يقظين في الدعوة وتراعوا المصلحة وظروف منطقتكم، كل واحد في منطقته، وأكثروا من العلم. هذا ما أدعوكم إليه، وأعطي المجال للأخ الشيخ عبد اللطيف، هو يتكلم باللغة الكردية. بارك الله فيك. لأنه لا أعرف لهجتكم جيدا، وأنتم لا تعرفون لهجتي جيدا، فلذلك اخترت أن أتكلم باللغة العربية. بارك الله فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة وجعلها من وجهك خالصة ولا تجعل يخلي فيها شيئا. مسألة أبرك أنا سبازم فاي فروردقار كل مدينة وغلبنا داوي لذكين مخاطحنا وجوانا كان صفاتي بزرقاني كنية من خالص ببخوا بس ما باس بلقى فروردقار ما لو كان من صالح بيت موافق سنة به وبراستي الشر مشاكا كابي شي أوداني شي من قصدكم بلا مخوات زايداتوا يعني أو عذريك باسي كت أوي أغواغي بمن ددا كاتيك أولي ربي حساب كمدنا البركة عند الأكابر. اللهم جزاه الله خيرا حال وكفى إن شاء الله. أو خلاصة نصيحتا بو مني شبو إيوش كافية بإذن خواهي كروردقال. اللهم ما نعني إن شاء الله تعالى كنصيحتي جيش بو خوم وبو إيوي فرزي إن شاء الله في خمويات كان بمشتواني خواهي كروردقال بو نيتيك خواي فروردقار خوي بركة بخاطق سكانوا خواي فروردقار خوي ومن لبكا توفيق من ذاك السود لقصة كان ببينه ونجد سكمان ببينه شنك قصة اقر خواي بركتي تينا خاتو جوه قرتن وجلسة اقر خواي بركتي تينا خات بفايدة براسة جور جار دبيت حجة لسر ما نكبر جير بدستان اوه كده مباسي كان براكم كداوال اخواه دكم ايه وش داوال اخواه بكان خواي قورا بركة لقصة كان ونجوك بكمان خاط أويك صفحات منسية مشرقة من حياة السلف الصالح صفحات منسية مشرقة من حياة السلف الصالح كان لا بريشي يعني كرشندار روناك آودان لجياني سلفي صالح كأيما لبير من كردوا كأيما زوربة من أقاما لينيا ولبير كردني أو صفحاتاني جياني سلف زور إشكالاتي بو دروز كردوي زور مشاكل دروز دكات دي خمو بير خومو إيوي بغيزيش عسى ولا علا وبشتواني خواي فروردقار سارجي هندق لا برينا كانوا علاجي هندق لا مشاكل كان من بوه بكريت أو صفحاتانيك لحياتي سلف آقام عليني منهجي سلف برا برا زكانم تنها بريتيني لمضمون آقاي لشكل نبيت يعني شكلي بيت وآقاي لمضمون نبيت منهجي سلف منهجي متكاملة منهجك اهتمام بظاهر دداء هل وكتون اهتمامش بباطن ددات شون اهتمام با صلاحي ظاهرة دا وهدي ظاهرة هبيو ريشة هبيتو لباسة شرعي بيتو وهروها ما مركردن اللقى الخلشي شاك بيت مهمان شيوش او منهج باكا اهتمام بصلاح قلب دادات شاكردني دلكان من تزكيي دلكان من قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها خواهي فروردقار خرشي كدو تدو صنف أفلح وخاب شي مفلح وسرفراز وسركوتوا من زكاها زكا شي أو ضميري بو شي دا قلتوا بو نفس هالكسي أو نفسي خوي باك كاتوا أو نفسي خوي فروردكا لسر أويكا سرفي صالحي لسر بوا أو أفلح قد أفلح وقد خاب من دساها هالكسي شيشكا بيسي كاو بيشارتو دفني بكاو ناشيني بكا أو خابه وخسر وهلك أو كسبه لاك دشت كواتبرا جان فلاحي تو تنهابه ونير ريشة هبت
سرفرازی و سرکوتن من تنها اونی شروالت کرد بید رزگار بون من تنها اونی خوشکان من آفرتان من حجابیان لبر بید تنها اونی بلین ایم منهج من منهجی سلفی صالحا فلاحی تو باو بندک او نفس پاک کرد و محاسبه نفسی خود بکید پروردی بکید پاچی بکید و اگر آگاش لینما لنفسی اما ربسو او خبت و خسرت و هلکت بهلال ده شيء بنا بخواي بروردقال سلفي صالح وزاو رحمتي خواي بروردقال ينلبي في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام لحديثك دابو من بعض ذكاة فرمي نجاة أول هذه الأمة بالزهد واليقين نجاة أول هذه الأمة أولي أو أمة تشيبون سنتاي أم أمة الإسلامية تشيبون سلفي صالح صحابة وتابعون وتابعي تابعين خير القرون نجاتي اوان بتشيبو نجاتي اوان تنها بقسى كردن نبو نجاتي اوان بريتيبو لا زهد في الدنيا والزهد فيما في ايدي الناس زاهد ودا رايا ندكت لدواي دنيا قناعتي ان هبو شايا لدستي خلق نبو عزتي نفسي ان هبو واليقين يقيني تواويش ينهبو بوعد وعيد إخواي فروردقار تواو ديان زاني كإخواي يورا خبري جدا صدقة يقينة كأمري كد امتثالي دكا جيبا جيدكا كنهي كد ليدر دكا وشكا يقين ينهبو جنونا بكش شاب ينبو شون ديان زاني أو زيد أو عمرة أوش جنونا بكش شاب ينبو دائما سعي وهولو تكوشان ينبو بهشتو بو هنا قرتن بولا جهنم خواب من فارزيت أو الصحابي واهي رضا إخوة قوري لي به قاتي كفي عمري إخوة عليه السلام دفرمي بهش لي زيكا أركس يقرأ بينا إخوة شهيد بيت فرمي أي في عمري إخوة عليه السلام تشان دن كتري يشي بيا فرمي دي والله أبو زورة بمين ما وتاوك وو تشان دن كتري دخوم زور تأخير دبم فريد داتو دروات بو غزاتا وكو شهيد بين بينا إخوة ما بس دي ما ونية دي فلم بابون بو غزا جاري غزو نفسي خوتك أكاتي تيش غزو شرعيها و أكاتي بيش شوي خوي خوي يرو ما لبك على أول القائمين بي بمواضط شرعي خوي طلع مولات من إستا أمرو تيدا أولية كي ما برامبر بخوتي خومانو مسلماناني خومانو برامبر ولاتي خومان والله غزا وجهاد بس لو نعطينا وشرعينيا سلفي صالح وزاي خوي ترودقاري على إبراهيم نجاة أول هذه الأمة بالزهد واليقين وهلاك آخر هذه الأمة بالحرص وطول الأمل لرواياتك ذا والبخل آخر أو أمة بشبه هلاك دشيت الحرص حرص على المال حرص على الجاه حرص على المنصب ديوه شبكا مالي جوري دسكيوه بلدك ديوه منصبي دسكيوه جاهي دسكيوه وهروها طول الأمل هي أملي دريجة دائما آمالكاني كزور دورن آمالي أملي هي بو دسال بسالي تر سي سالي تر شبكا نخشيك دادن بو سي سالي تري بلام أويك مردنا عقايليني ولا بيريني بلام سلف وأنا